أفراح صغيرة، جاءت الخلفية المشهدية مؤطرة الأحداث مغلقة وشخصيتها مخدولة بفعل الرتابة التي تغلف الأمكنة والنفوس والتكرار العميق الذي يؤطر الزمن تقليبا. الذات والجسد في الأعمال التشكيلية لعبد اللطيف العزيز تقف في مناطق الدل المتناقض في العتبة المغلة بين الجسد والشعور وبين الألم واعتصار الجسد. دائما يستعمل عبد اللطيف العزيز الألوان والصباغات الشفافة إلى حد يغدو معها الجسد مستنزفا. اختار عبد اللطيف الجسد في المناطق الحاصلة بينه وبين الرغبة في تحقيقه وتحقق وجوده، الجسد كممر أساسي للإحساس، أو الجسد تلك المادة التي نمتلكها بشكل باطخ ونستهلكها في تحقيق مبتغى المطابقة. أيها السيدات والسادة، هذه بعض الخطوط العريضة والعامة للتيمة ارتأيت أنها جامعة لمجمل الأعمال التي يبدعها كتابنا الشماليون.